السلام عليكم ورحمة الله من داخل مدينة ميسيساغا. اليوم السبت 24 فبراير. أحييكم أحمد الحارس وإن شاء الله تكونوا بخير. دي رسالة مستعجلة إن شاء الله بعد قليل حيصلنا محامي في نفس الإيفنت ده، فأرجوكم أي زول عنده سؤال مستعجل يرسل لي على صفحتي حاليا على الواتساب، يرسل لي سؤال على الواتساب على أساس إنه نعرضه للمحامي. أي زول عنده سؤال ما قادر يفهم إجابته يرسل لي في خلال نص ساعة لأربعين دقيقة على أساس إنه نستقبل الإجابات مباشرة من المحامي اللي هيحضر بعد نص ساعة كما وعدونا. أعطي تحياتي إن شاء الله وفي انتظار أسئلتكم، رجاء خلال نص ساعة الأسئلة تصلني. السلام عليكم ورحمة الله.